الجامعة مكان إنه تقدر تحسن من نفسك فيه، تجرب الأشياء اللي ما بزبط تجربها خارج نطاق تعليمي. في كثير تفاصيل، كثير أصحاب، علاقات، دراسة، دكاترة. تعرفت على ناس كثير، تعلمت من السيء قبل المنيح، شفت كثير ناس وجربت كثير فرص كانت متاحة لي. الحياة الجامعية هي هيك، هي النقلات اللي بتنقلها بين انك تكون كثير سعيد وطاير وعم يصير بحياتك اشياء كثير حلوة، وبين انك تكون كثير متوتر وكثير خايف. الهندسة هي مسار تفكير خاص، يعني كيف انه تكون بمكان معدومة فيه الحلول وانه يكون لك حل لك خاص فيك. هي انك تفكر باكثر من طريقة لتوصل لحل مناسب. حجاوي كانت المكان اللي عم بتعلم فيه وبكسب شهادة في الهندسة، وكمان كانت المكان اللي عم بطور فيه مهاراتي القيادية، المكان اللي عم بتعرف فيه على ناس جداد، المكان اللي عم بتطوح فيه، اللي عم بستمتع فيه. حجاوي ما كانت بس دراسة تخصص، بالعكس كانت مكان لصنع شخصية قوية، لصنع شخص مفكر محلل في جميع المجالات. فرصة وفراغ بحياتك انه تقدر تتعلم اشياء جديدة، اشياء تطورها بنفسك، تعرف شو انت، تتعرف على حالك اكثر، شو انا احتاج، شو انا بدي. زمان كنا منفعلين اكثر، اما هسه من التجارب والاشياء اللي صارت معانا بالحياه اكتسبنا طريقه للتعامل مع الامور بشكل يعني شوي اهدى. الناس اللي حواليك هي كلها ناس عندها احلام وطموحات، فكلهم ببذلوا، كلهم عندهم كثير يقدموا، فهذا الشيء كان دائما يكون حافز على انك انت كمان تقدم وانك انت كمان قادر زي ما هم قادرين. بالحجاوي كونه عندك اكثر من شيء تقدر تجرب فيه، كنادي برمجه، كرياده وابداع، كبرامج إيراسموس، انه تطلع لدول اخرى كمان تتعرف على نفسك وتتعرف على الثقافات. الحجاوي تصنع ذكريات، بتصنع صداقات، علاقات، وبتصنع كثير من الشخصيات، بتصنع منك شخص مميز، تبني عندك مهارات لحتى تحل أي مشكلة بتواجهها بحياتك. من السنة الأولى للخامسة اختلفت كثير أشياء، ضافت إلي إشي جديد اللي هي محاولة أني أحلل الأمور وأفسرها وأطلع منها بنتائج. تأخذ العلم من أكثر من دكتور، وكل دكتور له خبرة وتجربة مختلفة بالحياة، فهذا الإشي بنعكس على حياتك الأكاديمية كطالب ومسيرتك بشكل عام. عرفت ناس كثير بحبهم، صار لهم مكانة كثير كبيرة عندي. دكاترة كان تعاملهم ولا أروع صراحة، تعلمت منهم كثير واستفدت من خبراتهم كثير. بالنهاية أنت بتوصل لنقطة أنه بتلاقي عند نفسك إشي أكثر أنت بتقدر تبدع فيه وتقدم فيه. تطلع من الجامعة لكن المواقف اللي صارت، الذكريات اللي قضيتها بالجامعة، الأصدقاء، الأصحاب، عمرها ما بتروح منك. 5 سنين كانوا من أجمل ما يكون، أشخاص، خبرات، دكاترة، مشاريع وأصدقاء وإنجازات. 5 سنين جامعة كانوا أكيد مشوار طويل ومتعب، لكن هذا التعب كله بيختفي لما تلبس روب التخرج وتشوف الفرحة بعيون أهلك وأصحابك.